مشاهدينا الكرام في كل مكان بنرحب بكم في حلقه جديده من برنامجكم عبر الكتاب موضوع حلقه اليوم هو هل يعاقب الله الابناء على خطايا الاباء هذا الموضوع الهام الذي نتساءل عنه مرات ومرات ونحاول ان نفسر الايات التي, موجو... التي نجدها في الكتاب المقدس والتي تقول ان الله يفتقد ذنوب الأب... الاباء في الابناء فالبعض ينادي باللعنه المتوارثه وان هناك لعنه تاتي على الابناء حتى المؤمنين بسبب خطايا ارتكبها الاباء او الاجداد فهم ينظرون الى المرض والفقر والضيق والمعاناه البشريه بكل صورها على انها لعنه بسبب الخطيه وإذا لم تكن بسبب خطية الفرد الذي يعاني فهي بسبب خطية الآباء والأجداد. فهل هذا صحيح؟ وهل كل ما نمر به هو لعنة؟ وهل يعاقبني الله على خطية أبي أو أجدادي؟ ما معنى قول الرب أنه يفتقد ذنب الآباء في الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع؟ ما معنى قول الرب أنه بالرغم من أنه رؤوف ورحيم إلا أنه لا يبرئ إبراءً؟ يسعدنا استقبال مداخلاتكم واستفساراتكم بخصوص هذا الموضوع الهام وزي ما ذكرت انه عنوان الحلقه هو هل يعاقب الله الابناء على خطايا الاباء؟ او لو حطيت عنوان اخر اقدر اقول اللعنه المتوارثه. خلينا نتكلم الاول عن موضوع اللعنه. لانه كلمه لعنه ذكرت في الكتاب المقدس مرات ومرات كثيره في العهد القديم في أكثر من ست كلمات باللغة العبرية استخدمت لكي ما تشير إلى كلمة لعنة أو ترجمت بالعربي أو بالإنجليزي إلى كلمة لعنة لكن أشهر هذه الكلمات بنجدها ك هي كلمة أرار والكلمة دي في لغتها الأصلية بتعني أنك تربط أو أنك تحرق، تحرم شخص من شيء أنك بتحرمه من شيء فلما يقول الكتاب أنه انه ملعون كذا وكذا بمعنى انه محروم عشان كده لو قلنا انه حتى باللغه الانجليزيه في كل القواميس العبريه موجوده تو بايند اور تو انك انت تربط شخص او انك تحرم شخص تحرمه من ايه بقى؟ تحرمه منع البركه والخير عن الشخص او الشيء وده التعريف الكتابي للعنه اللعنه ليست عمل بشر ولا يستطيع انسان ان يبارك او ان يمنع البركه عن شخص لكن بيتكلم عنها الكتاب ونتكلم عن المفهوم الكتابي لكلمه لعنه لكن اللغه لغويا هي تعني منع البركه والخير عن شيء او عن شخص لو جينا إلى استخدامات أو المرات التي وردت فيها كلمة لعنة في العهد القديم هنجد أنه هناك أشخاص وأشياء شملتهم اللعنة في الكتاب المقدس. بنبدأ بأول ذكر لكلمة اللعنة مرتبط بالسقوط، وزي ما قلت المرة اللي فاتت في كلامي عن المرض أنه المرض دخل نتيجة سقوط الإنسان. الاشارات عن صعوبه الارض والعمل والتعب وعرق الجبين والى اخر الكلام ده كله والشوك والحسك كل ده اتكلم عنه الله في اطار سقوط الانسان في خطيته وعشان كده كلمه لعنه لا نجدها في الاصحاحات الاولى من سفر التكوين. لنجدها في الاصحاح الاول الذي يتكلم عن خلق الله للسماوات والارض وانه ازاي ان كل ما صنع رب الله وكل ما خلق انما هو حسن جدا الا انه الاشياء بدات تبقى بصورتها الماساويه بعد السقوط عشان كده نجد انه كلمه لعنه اول ما وردت وردت بعد السقوط لعنه ارتبطت بالحيه وارتبطت بأيضا عقاب الله للإنسان من خلال الأرض عشان كده نقرأ في تكوين ثلاثة وفي عدد 14 إلى 15 يقول الرب لأنكِ إن الرب بيوجه كلامه للعنة لأنكِ فعلتِ هذا ملعونة أنتِ من جميع البهائم يبقى أول مرة لعنت بها الإنسان لم يلعن اللي لعن هنا الحية هي التي لعنت الله لم يلعن آدم أو حواء لم يمنع البركة حتى بالرغم من سقوطهم هو عاقبهم على سقوط لكنه اللعنة ارتبطت بالحية اللي بيقول لنا الكتاب أنها إبليس في سفر الرؤيا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك وقال لآدم كلام اللي قاله بقى الرب هنا لآدم ملعونة الأرض بسببك لم يلعن الله ادم لكنه جعل الارض لا تخرج الخير المفروض انها بتخرجه، كانت الارض تعطي خيرا وتعطي ثمرا وكان الحياه سهله على الانسان، لكن هنا بدات الدنيا شويه تبقى فيها نوع من الصعوبه او الالم او عرق الجبين او الشوك والحسك، عشان كده يقول ملعونه الارض بسببك بالتعب تاكل منها كل ايام حياتك يبقى المرتين اللي ذكرت فيهم اللعنه في اول نص في الكتاب المقدس ارتبطت بالحيه وارتبطت بالارض وكان نتيجه السقوط سقوط الانسان في الخطيه. دي حقيقه مهمه جدا لانه الله احبائي لا ينظر للانسان لكي ما يمنع عنه البركه الله ينظر للانسان لكي ما يباركه. والله عندما خلق الانسان اوجد كل شيء من اجل خير الانسان ومن اجل حياه الانسان، يعني بعد ما خلق الخليقه كلها وبعد ما كملت الخليقه كلها الرب صنع في الاخر الانسان تاج الخليقه وسلطه على جميع طير السماء وعلى سمك البحر وعلى كل حيوان يدب على الارض واعطاه سلطان ان يكون متسلط نائب لله على الارض ينوب عن الرب على هذه الارض لكن الخطيه شوهت كل شيء وعشان كده بنجد لما نقرا سفر التكوين نجد انه مش بس انه بالخطيه بدات توجد اللعنه لكن كمان الخطيه بدات تزداد وبدات تشوه الانسان فكرا وجسدا و... 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 ومشاعره وكل حياته حتى علاقاته مع اقرب الاقربين اليه بدات الخطيه تؤثر على علاقات الانسان باخيه الانسان عشان كده بنجد حادثه قتل قايين قتل قام وقتل اخاه هابيل وذكرت فيها ايضا في تكوين اربعه الكلمة لعنة فالان ملعون انت من الارض التي فتحت فيها لتقبل دم اخيك من يدك. لانه قتل اخيه. وعشان كده لما النهارده بنبص الى العالم اللي احنا عايشين فيه. القتل هو عمل الشيطان. عشان كده الرب يسوع قال وبكل وضوح انه ذاك قتال منذ البدء. هو يريد ان يهلك، هو يريد ان يسفك الدماء هو يريد أنه, إنه يجعل الإنسان تضيع حياته دون أن يعرف الرب هو سبب القتل في العالم وعش كده كل من يقتل هو من إبليس هو من أب هو إبليس كل القتل اللي بنشوف في العالم النهارده والاخص يمكن في عالمنا العربي النهارده بنشوف قد ايه قسوه الانسان تجاه اخي الانسان بنشوف قد ايه العنف موجود بنشوف قد ايه حتى العنف الاسري موجود في اسر كثيره في عالمنا هذا اليوم موجود ايضا الصراعات والذبح وكل انواع القتل البشعه بنجدها ومتوفره النهارده كلها على شاشات التلفزيون لكن أحبائي هذا هي هذا ما فعلته الخطيه وهذا ما تفعله الخطيه بحياه الانسان طيب خليني اخذ مكالمه من الاخت كلود الاخ صح. سوري الاخ كلود من استراليا الو صباح الخير يا دكتور صباح الخير خير. اخ كلود ازيك ربنا يباركك الرب يخليك حبيبي الحم الحمد لله دكتور التعليق بالنسبة للحلقة موضوع رائع بس واحد من التعليقات اللي بتجينا دايما كمسيحيين تعليق على ملعون كل من كل من علق على خشبة آه. فيا ترى هل المسيح ملعون لأنه علق على خشبة؟ أها حاضر فلو لو تتكلم انا تباركنا بردك والتفسير بالتأكيد المقولة دي بالتأكيد طبعا الآية دي موجودة في سيف في رسالة غلاطية 3 13 لما بيتكلم عن انه المسيح افتدانا من لعنة الناموس لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة وده بيرجع لنا إلى سفر التثنية وأصحاح 21 لما بيتكلم عن انه أيضا ملعون اللي علق على خشبة فأنا أتكلم عن الجزء ده أنا جايله يعني آآ آآ شويه دقايق كده وهاجي للجزء المهم ده وهشوف ازاي المسيح افتدانا من لعنه الناموس وايه هي لعنه الناموس وازاي المسيح صار لعنه بمعنى ايه يعني صار المسيح لعنه حاضر انا هتكلم عن الجزء ده والجزء ده موجود في يعني موضوعنا النهارده واحنا بنتكلم عن اللعنه فبشكرك اخ كلود على اتصالك وعلى سؤالك رب يبارك حياتك طيب يبقى قلنا انه بالخطيه اتلعنت الارض بالخطيه اتلعنت الحياه بالخطيه ايضا بسبب شر الانسان اتلعن قايين عشان كده رب قال له انه تائها وهاربا تكون آآ آآ على وجه الارض انه انه يحرم من العلاقه والشركه مع آآ ال ال الانسان اخي اخي الانسان كمان بنجد انه اللعنه ذكرت في ذريه كنعان واحنا واحنا عارفين انه ذريه كنعان اللي هي من نسل حام وازاي حام ابن آآ آآ ابن نوح عندما اخطا في حق اخيه هنا اللعنه هنا ليست على شخص معين لكن اللعنه التي نطق بها نوح هي نبوه يعني انبياء الله ورجال الله عندما كانوا يباركون او كانوا ايضا يعلنون دينونه كانت هذه الإعلان هذا الإعلان عن البركة أو الدينونة هو نبوة مستقبلية يعني لما نيجي مثلا إلى يعقوب في أصحاح 49 من من سفر التكوين وانه لما يجمع اولاده ال عشر حواليه وهو في لحظاته الاخيره ويبدا يبارك راوبيم وشمعون ولاوي ويهوذا وكل واحد يبارك هذه البركات هي هي نبوات مستقبليه لما يتكلم هنا عن اعلان دينونه على كنعان نوح هنا بيعلن مستقبل شعب بكامله ان هذا الشعب بسبب خطاياه وبسبب اثامه هيكون هذا الشعب في هذه الحاله هيكون مش سيد قراره لكن هيكون ايضا في شعوب اخرى متسلطه عليه عشان كده يقول فقال ملعون كنعان عبد العبيد يكون لاخوته واخوته هنا ليس حام و و وسام لكنه بيتكلم عن اخوته كامم هتخرج من حام وامم هتخرج من من سام. طيب عندنا عندنا مداخله اخرى الدكتور خالد من السعوديه دكتور خالد السلام المسيح اهلا دكتور خالد ازيك حبيبي كيفك؟ نشكر الرب الحمد لله اهلا وسهلا بيك طبعا دكتور باركك. خالد شخص معروف لقناة الحياة هو مقدم برنامج المجلة السعودية أهلا وسهلا بحضرتك أضرب يباركك دكتور في عندي سؤال بداية الحلقة كان في أنت استشهدت بالآية اللي تقول لا يأخذ الله اسم الآباء بالأبناء أيوة من خلال خدمتي يجيني بعض الاخوه المسلمين كمان يسالوه آه. ويقولوا طيب في ايه ثانيه بتقول لك انه الله يفتقد اثام الاباء مم. بالابناء حتى الجيل والثالث والرابع. اها. اه. فانا عشان انت متخصص باللاهوت، احيانا بجاوبهم هو اللي اذا كان ان شاء الله صح ولا لا. عادة بقول انه آه كل واحد الرب يحاسبه على نفسه. ده صح. لكن كيف يصير انه الرب يستقبل الاباء بالابناء؟ انه مثلا الاب اذا كان مستهتر. ايوه. ضيع فلوسه طبعًا. بالقمار مثلا مم. او سوى اي شيء مستهتر وضيع مم. فلوسه فالاولاد بيتاثروا. طبعا. هل هذا صحيح ولا لا؟ ده, ده صحيح لانه إنه كل الانفس هي لي وهتكلم عن الجزء ده بالاخص في حسقيال 18 كل الانفس هي لي أن الله لا يسر بموت الشرير انه الخاطئ يموت بخطيته والبار يحيا ببره وده واضح جدا في كلمه الرب سواء في ارميا 31 او في ارميا 30 31 او في اصحاح كامل هو اصحاح 18 من سفر حزقيال لكنه ايضا هناك زي ما بنسميها كونسيكونسز نتائج واتكلم عن النتائج دي انه انا لو اب شرير لو أنا صرفت كل أموالي في الأمار أنا لم أترك لأولادي يعني حياة مستقرة هادئة ممكن نكون اللي أنا صرفته كان ممكن يدخلوا بيه جامعات محترمة ويطلعوا شخصيات ناجحة في المجتمع لكن أنا حرمتهم من كده إذا أنا أيضا أخطأت مثلا وسمعتي وحشه فأكيد أولادي هيتأثروا بهذه السمعه في زواجاتهم في زيجاتهم أو في علاقاتهم مع الناس هناك عقاب خلينا نقول مش عقاب لكنه هو نتائج الخطيه اللي ممكن صنعها الوالدين لكن الأبناء بيعانوا منها ودي سواء كشعوب بنعاني منها او كاشخاص بنعاني منها يعني, يعني اللي احنا بنمر بيه في عالمنا العربي النهارده هو نتائج لقيادات فاشله مستبده انانيه لم تفكر في مصلحه الشعوب ولم تفكر في مصلحه رعاياها لكن كل ما فكرت فيه هو مستقبلهم هم غناهم هم شهرتهم هم وتركوا البلاد اللي ربنا استامنهم عليها فالنهارده بلادنا بتعاني نتيجه القيادات السيئه اللي حكمت هذه البلاد فدي نتائج طبيعيه موجوده واكلم عن الجزء ده وانا بشكرك لاجل اتصالك دكتور خالد والرب يباركك ويبارك خدمتك ويستخدمك انت واخونا عماد في البرنامج بتاعكم المجله السعوديه الله يباركك يا سلام ونعمه سلام ونعمه حبيبي طيب ننقل الى جزء الله قال كمان لابراهيم هنا انه ربنا قال لابراهيم ابارك مباركيك ولاعنك العنهم انه اللي هيبارك الانسان اللي ربنا اختاره ربنا هيباركه لكن الانسان اللي هيقف قدام اختيار الله هيقع تحت دينونه الهيه. هناك بقى لعنات ارتبطت بالناموس. الناموس زي ما في اشياء كثيره وبركات كثيره الناموس ايضا هو عهد الله مع شعبه والناموس المساوي هو عهد مشروط. يعني لو جينا إلى عهد الله مع إبراهيم ولو جينا إلى عهد الله مع داود أو عهد الله في العهد الجديد هو عهد غير مشروط كويس مش بيتوقف على الإنسان لكن بيتوقف على الله اللي بيصنعه الله من أجل الإنسان لكن لو جينا إلى الناموس المساوي هو ناموس مشروط إنه افعل هذه فتحيا لا تفعل هذه أيضا فتحيا وإذا فعلت هذه فأنت تقع تحت دينونة إلهية فعشان كده الناموس في البركة وفي اللعنة والرب قال لشعبه هنا واضع أمامك اليوم البركة واللعنة لكن الرب قال له إيه فاختر البركة لإيه لتحيا يعني مشيئة الله وده بيقول لنا أن إرادة الله تجاهنا كبشر إنه الله لا يريد أن يهلك أحد الله لا يريد أن الإنسان يهلك في خطاياه أنه يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون الله يريد خلاصنا الله لا يصر بموت الإنسان الشرير لكن الله يريد خلاصي أنا كإنسان عشان كده ربنا بيقول له أنا اديتك الإرادة ووضعت قدامك النهاردة وضعت قدامك البركة ووضعت قدامك اللعنة البركة إذا أطعت وصاياي والعقاب إذا عصيت وصاياي فاختر اختار البركه فتحيا اختار البركه فتحيا طيب عندنا مداخله من الاخ ابو مهند من الاردن صديق البرنامج مساء, مساء النور الاخ ابو مساء مساء مهند خير. اهلا وسهلا بحضرتك أه ورد في انجيل يوحنا الاصحاح التاسع شفاء المولود اعمى ايوه فساله تلاميذه قائلين يا معلم من اخطا هذا ام ابواه حتى ولد اعمى م. فاجاب يسوع لا هذا اخطا ولا ابواه ولكن ستظهر اعمال الله فيه لا لا صح اذا الخطيئه لا تنتقل من الاباء الى الابناء م. لانه المسيح قال لا هذا ولا ابواه حتى تنتقل إليه إيه هذه الخطية اللي هي إنه ولد أعمى أشكرك شكرك هذا هذا تعليقي على هذه ده دي نقطة اللي... مهمة جدا وأشكرك لأنك يعني ذكرت لنا المولود أعمى وإنه إزاي إنه ولدته لأنه الفكر اليهودي هو بهذا الشكل، الفكر اليهودي إنه إنه لو أنت فيك فقر او خطيه او مرض يبقى انت اكيد صنعت خطيه والتلاميذ قالوا الرب يسوع هذا اخطا ام ابواه طبعا يعني البعض بيقول ازاي يكون هذا اخطا ده مولود اعمى يعني يعني هو مولود اعمى فامتى اخطا ايضا بحسب الفكر اليهودي ممكن الانسان يخطئ وهو في بطن امه وبيرجعوا لكده الى اللي حصل ما بين يعقوب وما بين عيسو ازاي انه كان في بطن رفقة شعبان وبيتصارع سواء يعقوب او عيسو وكانوا بيتصارعوا داخل بطن امهم وعشان كده الفكر اليهودي يقول انه ممكن إنسان يخطئ وهو في بطن امه عشان كده التلاميذ قالوا اهذا اخطا ام ابواه لكن الرب يسوع قال لا هذا اخطا ولا ابواه لكن لتظهر اعمال الله فيه دي نقطه مهمه اشكرك اخ ابو مهند على اتصالك الناموس بقى الرب حطه قدام شعبه ودي دي حاجة جميلة جدا بنشوفها في ربنا انه عمره ما بيجبر الانسان على الاختيار لانه لو اجبر الله الانسان على انه يختار الله يبقى محبة الانسان لله هي شيء مجبر عليه الانسان وليس شيء بيفعله عن ارادته يعني كأني انا بأجبر ابني على انه يحبني مفيش حد من الاباء يحب كده أحب إنه ابني يحبني ويسمع كلامي طوعًا وليس جبرا. إنه عشان كده الرب حط قدام شعبه الناموس وقال لهم إيه؟ قال لهم ملعون الإنسان الذي يصنع تمثالًا منحوتًا أو مسبوكًا يعني يمنع من البركة ويحرم من البركة. ملعون من يستخف بأبيه وأمه. الرب قد إيه بيعلم الشعب احترام الأب والأم والكبير ملعون من ينقل تخم صاحبه ملعون من يضل الأعمى عن الطريق تضحك على الناس وتستغل ضعف الناس تستغل أنه أعمى وتضله عن الطريق ملعون من يعوق حق الغريب واليتيم والأرملة ملعون من يتجع مع امرأة أبيه ملعون من يتجع مع بهيمة ما ملعون من يتجع مع أخت بنت أخته بنت أبيه أو بنت أمه ملعون من يتجع مع حماته ملعون من يقتل قريبه في الخفاء ملعون من يأخذ رشوة لكي يقتل نفس دم بريء ملعون من لا يقيم كلمات هذا الناموس ليعمل بها وده بنشوفها انه ازاي ربنا بيأكد على الوصايا العشر هنا وبيأكد على الوصايا الناموس كله إذا أخطأ الشعب ولم يسمع لصوت الرب بتأتي اللعنة بيحرم الشعب من البركة عشان كده الرب قال لشعبه في تسنية 28 قال لهم ولكن إن لم تسمع صوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه وفرائده التي أنا أصيك بها اليوم تأتي عليك جميع هذه اللعنات وتدركك ملعون تكون في المدينة وملعون تكون في الحقل يبقى هنا مرتين جت كلمة ملعون ملعون تكون في سلتك وملعجنك ملعون تكون في ثمرة بطنك وثمرة أرضك نتاج بقرك وأناث غنمك ملعون تكون في دخولك وملعون تكون في خروجك وكأنه الرب بيتكلم هنا ست مرات يذكر لنا كلمة ملعون وكأنه بيقول أنه الإنسان اللي بيعيش بعيد عن الرب الإنسان اللي عايش في خطيته الإنسان اللي بيكسر وصايا الله الإنسان الذي لا يقبل خلاص الله هذا الإنسان بيضع نفسه تحت الدينونة بيحرم نفسه من بركة الرب عايز يباركه بيها لكن الإنسان اللي بيقبل المسيح وبيعيش مع المسيح يقول بولس الرسول مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع إنه الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون وطبعا بلعام أيضا عندنا جزء آخر ذكرت فيه اللعنة إنه إزاي بلاق ملك أراد أن يلعن شعب الرب لأنه كان خايف من شعب الرب اللي خارج من أرض مصر فاستأجر شخص اسمه بلعام وقال له تعالى العن لي هذا الشعب فالآن تعالى وإلعن لي هذا الشعب لأنه عظيم أعظم مني لعله يمكننا أن نكسره فأطرده من الأرض طبعا الملخص اللي قاله بلعام أنه كيف ألعن من قد باركه الرب أحبائي لو الرب باركك والرب بيباركك وبينظر إليك يباركك وإنت كإنسان تقي بتحب الرب وعايش مع الرب ما تخافش من الناس ما فيش حاجة إنه إنسان يقدر يصنعها بيك إنه مهما كانت قدرة الإنسان لا يصنع لا يقدر أن ينزع البركة الإلهية منك عشان كده بولس الرسول في رمية 8 قال إيه من ذا الذي يفصلنا عن محبة المسيح أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف مفيش حاجة تقدر تفصلنا عن محبة المسيح لكن المهم أن أنا أكون عرفت المسيح وعايش في محبة المسيح ومحصور بمحبة المسيح وعايش في ظل هذه المحبة عرفت المسيح الذي أحبني ووضع نفسه من أجلي أيضا يشوع قال ملعون من يبني مدينة أريحة لكنه الايات اللي قلناها دي كلها ماذا نتعلم منها؟ إيه, ايه اللي عايز يعني إيه التلخيص اللي ممكن نخرج منه من خلال الايات الكثيره اللي احنا ذكرنا فيها والكلمه لعنه، او الحقيقه انه اللعنه هي اعلان دينونه الهيه. اللعنه هي اعلان دينونه الهيه. هي حرمان من بركه الهيه. هي ان انا بضع نفسي تحت الدينونة الالهية انه بضع نفسي تحت الدينونة الالهية هذه هي اللعنة هذه هي اللعنة حاجة تانية ان اللعنة لغة انذار هي لغة انذار وانذار شديد اللهجة من الرب عشان كده الرب يقول ايه يقول إيه كذا مرة انه ملعون اوعى اوعى تضع نفسك تحت الدينونه فهي لغه انذار الهيه، الله بينذر الانسان. الله بينذر الانسان. واحبائي انه هيجي وقت للاسف الشديد كل من رفض المسيح يسوع هيقع تحت الدينونه الالهيه. فكيف ننجو نحن ان اهملنا خلاصا هذا مقداره. فهي لغه انذار. اللعنه ايضا هي اعلان لمطالب الله انه الله بيعلن مطالبه للانسان انه ماذا يريد الرب منك ان تفعل الا ان تتقيه وتحبه وتسلك في طرقه وتخافه لكن اذا فعلت غير كده انت بتحرم نفسك من بركه الله وحده هو الذي يبارك وهو وحده الذي يستطيع ان ينزع البركه فالبركه واللعنه هي عمل الله عشان كده ما من, من البشر ما اوعى تفكر انه انسان يستطيع ان يؤذيك اوعى تفكر انه انسان يمتلك القدره على ان يؤذيك يعني الناس كتيره بتعيش في كل ايام حياته خوفا من الناس يعني خايف من الناس خايف من فلان خايف انه يعمل حاجه ياذيني خايف انه يعمل عمل فيضرني هذه الاشياء احبائي لا يتحدث عنها الكتاب ويعتبرها الكتاب ايضا امور غلط البركه تاتي من عند الرب والوحيد الذي بيده أن يحرم الإنسان من البركة هو شخص الله وليس الإنسان. وعشان كده أهم حاجة مش إن احنا نخاف من البشر، أهم حاجة إن احنا نخاف الله نفسه. والرب يسوع قال كده: "ما تخافوش من الذين يقتلون الجسد، لكن خافوا من اللي عنده السلطان أن يلقي الجسد والنفس كليهما في جهنم". لازم نخاف الله فلا نخاف البشر. هل بقى توجد علاقة بين الناموس لعنة الناموس والمؤمنين بالمسيح؟ هل توجد علاقة؟ يعني ما أقرأ النهاردة تسنية 28 و, و... و... 27 و28 و29 و... و... وأقرأ عن لعنة الناموس و... وأنا كمؤمن النهاردة قبلت يسوع المسيح فهل أنا لو أنا و... وقعت في الخطية أخطأت هل أنا هتحل عليا لعنة الناموس اللي اتكلم عنها سفر التثنية وأصحاح 28 هل هناك علاقة بين المؤمنين بالمسيح واللعنات التي ذكرت في تثنية 28 ده بيجي بيجي بينا إلى النص المهم جدا اللي سأل عليه الأخ كلود واللي موجود في غلطية ثلاثة وعدد 10 الى 13 يقول ايه؟ لان جميع الذين هم من اعمال الناموس جميع الذين هم من اعمال الناموس هم تحت لعنه يبقى مين اللي تحت لعنه؟ ها؟ اللي تحت لعنه هم الذين يعني جميع الذين هم من اعمال الناموس بيعيشوا بالناموس وبيسلكوا بالناموس هم تحت لعنه لانه مكتوب ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به. يعني ال الكتاب قال الناموس المساوي قال انه ملعون الانسان الذي لا يعمل بكل ما ورد في الناموس وعش كده من اخطا في واحده صار مجرما في الكل. انت عندك في الناموس حوالي 623 وصيه. كويس؟ إذا أخطأت في واحدة من الرقم ده أنت صرت مجرم في كل الناموس. وعشان كده محدش يقدر يعيش بالناموس، ومحدش يقدر إنه يتبرر بالناموس، ومحدش يقدر يحفظ وصايا الناموس، وعشان كده احتجنا للمسيح الإنسان الكامل اللي ينوب عنا. فيحيا ويطيع الناموس ويحقق الناموس فتحقيقه للناموس يحسب لي بر ان المسيح عاش كانسان كامل بلا خطيه هو الوحيد الذي عاش على هذه الارض ان افعل مشيئتك يا الهي سررت ولهذا حياه المسيح وطاعه المسيح وبر المسيح مش بس بالصليب لكن ايضا بالحياه اللي عاشها المسيح وبإطاعته للناموس وبتنفيذه لكل وصايا الله وبحياة القداسة اللي عاشها حسب بر المسيح ليا برا عشان كده ما يقدر يتبرر بالناموس ما من أخطأ في واحدة صار مجرما في الكل زي ما أنا دايما أقول لو مثلا صحيت الصبح كده يوم أجازة وقررت أن أنت تعمل فطار لأهل بيتك للأسرة بتاعتك وفتحت التلاجة وطلعت البيض اللي موجود وقررت ان انت تعمل اومليت او يعني عجة كده بالبيض طلعت البيض كله وبدأت تكسر بيضة بيضة قبل ما ترجهم فكسرت عشرة عشرين بيضة وجيت على اخر بيضة وانت بتكسرها وقعت في مع البيض اللي موجود والبيضة دي كانت فاسدة تقدر تعتبر ان كل البيض دون الكويس هيأثر على البيضه اللي فسدت فلو كلنا يبقى مش هيجرالنا حاجه؟ لا لان البيضه اللي فسدت أثرت على كل اللي موجود كويس وبالتالي الفساد بتاعها أثر على الكويس فبالتالي فبالتالي لو كلتها أو لو طبختها لعملت العجة دي أنت هتضر كل أهل بيتك فأنت بتعمل إيه؟ تاخدها وترميها في الزبالة. ده بالظبط الناموس. بكون الإنسان ممكن يبقى حافظ كل الناموس لكن يجي عنده واحدة ويخطئ فيها فيصير مجرما في الكل. كل ده بيترمي عشان كده محدش يقدر يعيش بالناموس. لكن يسوع المسيح بإطاعته بتتميمه لكل بر اعتبر تتميم المسيح لكل بر لما انا امنت بالمسيح ينظر الله الي على اني ايضا اتممت كل بر عشان كده الرسول بولس بيقول ان ما حدش بيتبرر بالناموس ولكن ان ليس احد يتبرر بالناموس عند الله فظاهر لان البار بالايمان يحيا مش ممكن نحيا باعمال الناموس لكن بنحيا بالايمان ولكن الناموس ليس من الايمان بل الانسان الذي يفعلها سيحيا بها المسيح بقى ماله المسيح المسيح افتدانا من لعنة الناموس اذ لعنة لاجلنا لانه مكتوب ملعون كل من علق على خشب. خلوني اشرح الجزء ده لانه مهم قوي. الرسول بولس بيقول وهو بيتكلم وهو بيتكلم في الجزء ده بيقول ايه؟ بيقول يا جماعه انتم ما تعيشوش بالناموس ليه؟ لانه مش هتقدروا ان انتم تتبرروا باعمال الناموس. وبالتالي انتوا هتكونوا واقعين تحت لعنه وهو بيكلم اليهود لكن المسيح عندما مات هو حررنا من متطلبات الناموس افتدانا من متطلبات الناموس وبالتالي انا مش محتاج ان انا اعيش بالناموس انا محتاج اقبل المسيح فاخلص هكمل الجزء ده ونشرحه بعد ما ناخد المداخله والمكالمه عندنا آآ آآ الاخ زيتوني من تونس اهلا وسهلا دكتور عزمي ازيك يا اخي زيتوني الحمد لله عايش ازيك يا دكتور عزمي كيف صحتك؟ والله الحمد لله الحمد لله بالله بالله آه انت اعطيت تعريف للعنه تقول اللعنه آه هي منع من الخير والبركه هذا تعريف انت اكيد تو وتقول يعني آه ربطه ولا ان يحب. وبالله عليك يا دكتور عزمي سال طب أه... طب ثواني 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 ممكن بس تكلم بالراحه علشان اقدر اتابع آه... لان السرعه بتاعتك آه... آه... السرعه بتاعت حضرتك لنا ولا المشاهدين هنقدر نتابع اللي, اللي, اللي انت عايز تقوله فخد نفسك وقول لي السؤال اللي, اللي حضرتك عايز تساله بالنفسي. أنت يا دكتور عزمي. أنت أن المسيح أن المسيح لا يأخذ بركة وهو محروم من البركة. أيوه تفضل. يا سيدي الدكتور ما دامك تسمع بي بالله لا تبقى بمدة لمدة دقيقة. في في أنتم تقولون أن المسيح الذي لم يفعل خطية. أنتم تقولون أنه لم يفعل خطية. أليس هو الله الذي قال أكرم أباك وأمك لكي تطول حياتك وسلامات استشهد به كلمات ملعون من يستخف بأبي وأمي أيوة. أنا لا أتكلم عن القرآن أنا ولا أتكلم عن الإسلام أنا أتكلم عن الكتاب المقدس مم. ماذا يقول الكتاب المقدس في بالله الآية في لوكا والإصحاح في عمل والآية التاسعة عشر ماذا تقول وجاء إليه أمه وإخوته ولم يقدروا أن يصلوا إليه لسبب الجمع فأخبره قائلين أمك وإخوتك واقفين خارجا يريدون أن يروك but <laughs> اوكي okay. ده وصلني كده أخي زيتوني السؤال بتاع حضرتك المسيح زي ما ذكرت وزي ما الكتاب المقدس ذكر هو الشخص الوحيد الذي عاش على هذه الارض وتحدى كل الجموع وسالهم سؤال من منكم يبكتني على خطيه؟ المسيح بشهاده القران وبشهاده الكتاب المقدس وبشهادة الأعداء حتى بيلاتوس اللي كان بيحاكمه شهد وقال انه بالحقيقه هذا الانسان بار. ويعني حتى حتى زوجه بيلاتوس اياك وهذا البار فالجموع حتى الأعداء شهدوا على ان يسوع كان بارا. ويسوع المسيح هو وحده اللي قال من منكم يبكتني على خطيه. هو الانسان الوحيد اللي عاش على هذه الارض لم يفعل خطيه. في كل ما قال وفي كل ما فعل وفي كل ما فكر وفي كل ما امتدت اليه يده وفي كل ما خطوه خطاها كان البر والقداسه هما الرداء اللي بيكتسيه المسيح. في كل حياته. لكن الآية اللي أنت ذكرتها لما جالوا أمه وأخوته وإحنا بنقرأ في الأناجيل وأنت أكيد عارف أنت عارف كويس قوي أخ زيتوني إنه في بداية خدمة الرب يسوع لم يكن إخوته يؤمنون به وبسبب الجموع الكتيرة اللي كانت موجودة والمدينة اللي كان بيدخلها كان بيعمل فيها ألبان فهم كانوا رايحين مش علشان عندهم احتياج، هم رايحين علشان يقولوا له وقف اللي انت بتعمله. هم لم يؤمنوا به الا بعد شويه. لكن في البدايه ما كانوش مؤمنين به. وعشان كده الرب يسوع اللي اتى علشان يفعل مشيئه الله. اللي يعرف جيدا انه ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. قال من هم امي واخواتي؟ امي واخواتي الحقيقيين هم الذين يؤمنون بي دي الكنيسه دول جماعه المؤمنين لكن في نفس الوقت لم يترك امه واخوته الى اخر لحظه وهو على الصليب ينظر الى امه المتألمه ويقول ليوحنا الحبيب هذه امك اهتم بها لقد اهتم المسيح بامه واخوته ولم يقل فيهم كلمة واحدة سوء لكنه لم يستطع أمه ولا إخوته أن يوقفوا الخدمة التي جاء من أجلها أنه يفعل مشيئة الآب ده ده المفهوم يا أخ زيتوني ولو أنت يعني قريت أي تفسير يعني بسيط هيقول لك هذا هذا الحق لكن المسيح لم يفعل خطية وكلامه مع أمه وأخواته كان في كل الاحترام والتقدير وهو أيضا الأكد حتى لليهود قال لهم ويل لكم لأنكم أنتم أبطلتم وصية الله بتقليد الأباء حتى في علاقة اليهود مع والديهم هم أبطلوا والرب يسوع وبخهم على كده وقال أنه ينبغي أن أنت تطيع الله في وصاياه بخصوص الاباء ملعون بقى كلمه ملعون هنا زي ما قلت انه المسيح صار لعنه من اجلنا مش بمعنى انه المسيح انه انه فعل خطيه لا انه المسيح اخذ عقاب الخطيه بتاعتي وبتاعتك لانه في حتى في تسنيه 21 لما كان شخص يعمل خطيه ونعرفين عارفين انه العقاب في اليهوديه لم يكن بالصلب قديما لكنه عندما كان يرجم شخص او يحكم عليه بالموت كان بعد ما يرجم او بعد يحكم عليه بالموت كان يعلق بقيه اليوم على خشبه لكي ما تنظره الناس لاعتبار الى ما وصل اليه هذا الشخص من انه صار محتقر وصار مرفوض من الناس فكلنا صرنا مرفوضين من الله كلنا واقعين تحت الدينونه فالمسيح افتدانا من لعنه الناموس اذ صار لعنه لاجلنا اذ حمل هو عقاب خطيان عليه ليس لأنه فعل خطأ لكنه لأنه أحب الإنسان الذي فعل الخطية عشان كده يقول عنه إشعياء إيه. وهو مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا تأديب سلام عليه وبحبره شفينا كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا هو المحب هو القاضي هو القاضي اللي بعدما حكم على الابن المذنب بخطيته قلع رداءه رداء القضاء وقرر انه ياخذ عقاب ابنه لانه بيحبه ده اللي عمله المسيح ده اللي عمله المسيح المسيح حمل خطايانا افتدانا من لعنه الناموس صار هو لعنه اعتبر هو الذي كسر الناموس وليس انا فكل عقاب الناموس كل العقاب الالهي بسبب كسر الانسان لوصايا الله حمل المسيح على الصليب المسيح حمله على الصليب مش كده يقول افتدانا من لعنه الناموس بس هنا بيكلم بقى مين النقطه اللي انا عايز اوضحها هنا البعض بياخد الآية دي ويقول آه بما أنه المسيح افتدانا من لعنة الناموس وأنا النهاردة افتديت من لعنة الناموس ده, ده, ده تعليم موجود فبالتالي لو أنا مرضت أو لو أنا آه لو أنا آه آه عندي مشاكل في حياتي ده معناه أنه أنا آآ آآ كسرت وصايا الله فوقعت تحت إيه العقاب الإلهي اللي مذكور في تسنية واضحة الفكرة يعني بيقولوا إنه إذا كان المسيح افتدانا من لعنة الناموس ولعنة الناموس هي المرض لعنة الناموس هي الفقر لعنة الناموس هي التشتيت في الأرض لعنة الناموس هي الحرمان من البركة في الدخول والخروج فأنا لو مؤمن بقى ومرضت وفقير وعندي و مشاكل ومفيش مش حاسس بالبركه في حياتي لانه مضطهد او مطرود يبقى اكيد انا واقع تحت لعنه الناموس ده مش معناه هنا هنا النص ده بيتكلم الى اليهود عشان كده النقطه دي مهمه الرسول بولس بيكتب مدافعا عن الانجيل بان الانسان بيتبرر بالايمان هو بيكتب بيدافع عن الفكر الحقيقي انه الانسان بيتبرر بالايمان وليس باعمال الناموس وبيكتب بيقول ان المسيح افتدانا افتدى مين أص هنا في الانجليزي بتعني مين الامه اليهوديه هي ريديمد اس المسيح ريديمد اس مين مين احنا الامه اليهوديه فبيقول انتوا عايزين يا يهو يا يهو يا 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 امم انتوا عايزين ترجعوا للأمة اليهودية ده المسيح افتدانا احنا كأمة يهودية من لعنة الناموس فازاي انتم حابين ترجعوا الى الناموس لانه لو رجعتم الى الناموس انتوا هتضعوا نفسكم تحت لعنة الناموس والمسيح افتدانا كأمة يهودية من لعنة الناموس الصار لعنة من أجلنا حمل عقاب كسرنا للناموس وعش كده النص ده بيقول إذا إذا قبل الأمم إذا قبل الأمم قبلوا إيه؟ الذين قبلوا المسيح أن يضعوا أنفسهم تحت الناموس وده اللي كان موجود إنه في معلمين جم لأهل غلاطيا كنيسة غلاطيا قالوا لهم إذا إيه تقبلتوا انت أنتوا المسيح؟ قالوا له آه قالوا لهم لا ينفعوش إن أنتوا تقبلوا المسيح طب أنتوا اختتنتوا؟ يقولوا لهم لا إحنا أمم قالوا طب أنتوا حفظتوا السبت؟ لهم لا ده احنا ام لا ما ينفعش انت قبل ما تقبل المسيح عشان يبقى قبولك للمسيح كامل يبقى انت لازم تطيع الناموس وتحيا بالناموس وهنا رسول بولس بيقول ما ينفعش ليه لانه المسيح افتدانا كامه يهوديه من الناموس ومن عقابه فانت كاممي لا تضع نفسك تحت الناموس لكن ليس معناها انه انا لو مرضت يبقى دي لعنه الناموس او انا لو فقرت يبقى دي في لعنه في لعنه الناموس والفقر والمرض ما هو الا عقاب الله لان انا كسرت خطايا وصايا احنا اتكلمنا عن الموضوع ده الحلقه اللي فاتت عن اسباب المرض قلنا في جزء منه عقاب الهي لكن ليس كل مرض عقاب الهي وليس الفقر ايضا لعنه والا اذا كان اذا كان الفقر لعنه يبقى تلاميذ المسيح اكثر ناس وقعوا تحت اللعنه اللعنه لانهم عاشوا فقراء يبقى اللي بيتكلم عنهم الكتاب في عبرانيين 11 والعالم لم يكن مستحقا لهم ها عاشوا فقراء ومطرودين ومنبوذين ومكروهين يبقى دول كانوا واقعين تحت اللعنه يبقى كنيسة اورشليم اللي بولس كان بيجمع ليها مساعدات من الكنايس الاخرى ها؟ يبقى كانت واقعه تحت لعنه. يبقى المؤمنين اللي موجودين في 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 بلاد فقيره واقعين تحت لعنه. يا جماعه التعليم ده تعليم غير كتابي عشان كده مهم جدا لينا كمؤمنين نعرف الرب ان احنا نمتحن كل تعليم في ضوء كلمه الله. كل تعليم نمتحنه في ضوء لعنة الله ما ينفعش اقول المسيح افتدانا من لعنة الناموس وبما انه لعنة الناموس هي مرض وبما انه لعنة الناموس هي فقر يبقى انا لو مرت او انا لو فقرت يبقى انا اكيد اخطأت وانا وقعت تحت ايه تحت لعنة الناموس ده مش بتكلم عنه الكتاب أتكلم عن جزء بقى اخر اذا لا علاقة بين المؤمن والناموس ما فيش علاقة بيني انا كمؤمن والناموس نهائي نهائي ولهذا لا توجد علاقة بين المؤمن ولعنة الناموس الله يؤدبني كابن يؤدبني كابن طوبى لمن يؤدبه الرب لأن الرب يؤدب كل من يحبه في تأديب اله حتى في كورنثوس الاولى 11 لما اتكلمنا عنها المره اللي قلنا لما اساءوا الى مائده الرب ولما اساءوا الى العلاقه جوه الجسد الواحد كنيسه المسيح الرسول بولس قال لهم من اجل هذا يوجد كثيرون مرضى وكثيرون رقدوا لانه لو كنا قد حكمنا على انفسنا لما حكم علينا ولكننا نؤدب من الله لكي لا ندان مع العالم في تأديب إلهي اه. لكن ليس لعنة. في تأديب إلهي والتأديب الإلهي هو بركة. كلنا بنأدب أولادنا لأننا بنحبهم. أنا مش بأدب ابن الجيران اللي جنبي. لأنه ده مش ابني. لكن أنا أؤدب ابني لأنه أحبه وأحب خيره. والله كأب بيؤدبنا كأبناء. فليس هناك علاقة بين الناموس وبين المؤمن، ولا يمكن ان احنا ناخد تسنية 28 ونطبقه علينا النهارده كمؤمنين ونقول احنا واقعين تحت لعنة الناموس لاننا آآ آآ عندنا فقر وعندنا عندنا مرض. اللعنة في تسنية 28 مرتبطة بكل من وضع نفسه تحت الناموس ليعيش به كيهودي ولهذا إذا قبل الأمم أن يعيشوا بالناموس فهم يضعون أنفسهم تحت هذه اللعنة التي مات المسيح لكي يفتديهم منها طيب أجي الجزء مهم بقى وهو هل اللعنة تتوارث وده على فكرة برضو تعليم آخر بينادي بالبعض أنه هل يعاقب الله الأبناء على خطايا الأباء؟ وفي نصين آآ آآ يعني محتاجين مننا وقت ان احنا نقف قدامهم، اول نص موجود في خروج 34 وفي عدد سبعه بيقول ايه؟ الرب اله رحيم ورؤوف بطيء الغضب وكثير الاحسان والوفاء، حافظ الاحسان الى الوف غافر الاثم والمعصيه والخطيه ولكنه لن يبرئ ابراء مفتقد إثم الآباء في الأبناء وفي أبناء الأبناء في الجيل الثالث والرابع وطبعا أول ما حد بيقرأ النص ده بيقول بص أهو أهو الله مع إنه رحيم ورؤوف وبطيء الغضب إلا إنه في لعنة متوارثة إلى الجيل الثالث وإلى الجيل الرابع الآية الثانية موجودة في سفر العدد 14 الرب طويل الروح كثير الاحسان يغفر الذنب والسيئه لكنه لا يبرئ بل يجعل ذنب الاباء على الابناء الى الجيل الثالث والرابع وهم ممكن يقولوا طبعا دكتور اشرف انت قلت لنا قبل كده انه ما ينفعش ابني عقيده على ايه واحده احنا عندنا النهارده ايه ايتين كاملين لكن خلوني اقول بعض الملاحظات بالنسبه للايتين دول اول حاجه الرب هنا مش بيتكلم عن افراد الرب هنا بيتكلم لشعب شعب النصين دول هم موجهين إلى أمة وليس إلى أفراد كويس ومهم قوي أنه أفهم أن ربنا بيكلم شعبه كشعب وليس كمجرد أشخاص التأكيد هنا في هذا النص هو على أنه زي ما الله محب هو أيضا قدوس يعني لما بيبدأ بيقول أن الرب رحيم ورؤوف طويل الروح وكثير الرحمة بيؤكد على محبة الله لكنه في نفس الوقت إذا كان الله محب لكنه ليس قدوس وعادل إحنا عندنا مشكلة وإذا كان الله بس عند قدوس وعادل لكنه غير محب يبقى إحنا عندنا مشكلة لكن إزاي أن العدل والرحمة الاثنين تلاقيا مع بعض إزاي إن هما كصفتين موجودتين في شخص الله التأكيد في هذه الآيات على صفات الله أنها لا تنفصل الله مش صفة واحدة والتانية مش موجودة لكنه زي ما هو غفور ورحيم هو أيضا في نفس الوقت عادل وقدوس التركيز هو على نتائج الخطية التي يرتكبها جيل من الأباء وأثار هذا هذه الخطية على هذا الجيل هناك اثار للخطيه على هذا حتى ال الكتاب بيقول لنا انه انه هناك اثار زي ما قلت انه احنا في عالمنا العربي اخر خمسين سنه احنا او اتكلم عن مصر احنا من ساعه اول الثورة واحنا في الانحدار كبلد احنا كل الذين حكموا بلدنا حكموها بطريقه غلط فاحنا النهارده بنجني ثمر ها النهارده بنجني ثمر الإدارة السيئة لحكامنا هكذا أيضا الأباء هو بيتكلم عن أن هناك نتائج للخطية هناك نتائج للخطية هناك نتائج للخطية كمان بالرغم من أن أثار الخطية بتمتد إلى الأجيال الحديثة ألا أن نعمة الله تغير كل المجريات خلوني أذكر لكم كم شاهد جميل جدا في حسقيال 18 شاهد ده حلو قوي لانه بيقدم لنا هذه الحقيقه وكان الي كلام الرب قائلا ما بالكم تضربون هذا المثل على ارض اسرائيل قائلين الاباء اكلوا الحصر واسنان الابناء درست حي انا يقول السيد رب لا يكون لكم من بعد ان تضربوا هذا المثل في اسرائيل ها كل النفوس هي لي نفس الاب كنفس الابن كلاهما لي النفس التي تخطئ ايه تموت يبقى ده الحكم الالهي أن النفس التي تخطئ تموت. جزء آخر، فإن لو واحد بقى بار، فإن ولد ابنا معتنفا سفاك دم، يعني شخص بار عاش حياة بر، لكن ابنه طلع شرير. أكل على الجبال، ونجس امرأة قريبه، إلى آخره، و... وأعطى بالربا وأخذ المرابحة، أفيحيا؟ لا يحيا، طبعاً لا. بر باباه مش هيحسب ليه. كويس؟ قد عمل كل هذه الرجزات فموتا يموت دمه يكون على نفسه، يبقى الاب كويس عاش ببره، الابن وحش دمه يكون على نفسه. طيب الابن الوحش بقى دون اذا ولد ابنا كويس بقى، يعني الجد كويس وعاش حياه بر، والابن وحش وعاش حياه الشر، اذا بقى جه حفيد وان ولد ابنا راى جميع خطايا ابيه التي فعلها فرآها ولم يفعل مثلها ما عملش زيها كويس فإنه لا يموت بإثم أبيه حياة يحيا أما أبوه أما أبوه فلأنه ظلم ظلما واغتصب أخاه إغتصابا وعمل غير الصالح بين شعب فهذا يموت بإثمه يبقى الابن البار بيحيا ببره والابن الشرير بيحيا بشره بي بي لكن التقوى زي ما زي المثل ابائنا الاتقياء يقول لنا ان التقوى تنفع الذريه. اذا انا كاب عشت تقي للرب انا ببارك ولادي وبيعيشوا تحت بركه الرب. عشان كده لو حبينا نفهم بقى مفتقد ذنوب الاباء في الابناء في ايه مهمه جدا لابد ان احنا نعرفها. الايه دي موجوده في خروج عشرين يبقى مفتقد اثم الاباء في الابناء في الجيل الثالث والرابع، خلوا بالكم في عباره اضيفت في خروج 20 يقول في الجيل الثالث والرابع من مبغضية، يعني ايه؟ يعني إذا استمر الجيل الثالث استمر الجيل الأول والثاني والثالث والرابع في بغضته للرب يبقى هذه ال... الدينونة بتنتقل من جيل إلى جيل، لكن إيه اللي بيكسرها؟ بيكسرها عمل المسيح، عشان كده حابب أختم بالجزء ده أحبائي. الناس دي عاشت في الخطية وأبائهم عاشوا في الخطية إنه ظالمين لا يرثون ملكوت الله لكنهم يقولوا إيه وهكذا كان أناس منكم لكن اختسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا هذه هي الحياة الجديدة في المسيح يسوع وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح يكون معكم